السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ بخير هانيين، اموركم مزيان؟ غادي تقولوا هاد خيتي هادي بدي علينا الفيديو بد البيقه اللي دايره راسها. المهم شوفوا البنات، انا بديت معكم فيديو من الاخر، حتى درت الوصفه وصليت عاد بديت الفيديو، دابا راه كنساينها ونمشي ندوش ان شاء الله. المهم هذا كيراتين زوين بزاف بزاف بزاف، ديريه انتي، ديرو بنتك، اختك، صاحبتك، مهم كل شيء. الا عندك مشكل في شعرك، حرش، لقي معاه مشكل، يعني كيدير لك واحد الفوليوم اللي ما زوينش، كرد تيطلع للسما. هاد الكيراتين خطير، غادي يعجبكم، زوين بزاف، فالمكونات ديالو حتى هما زوينين، غادي يعجبوكم انا متاكده. فالمعلومه اللي غادي نعطيكم، لان ما عطيتهاش في الفيديو، هي ان هاد الكيراتين كيبقى ساعه في الشعر وكتغسليه. ممكن ديري بابيي سولوفان، ممكن تخلي راسك بحال هكا، انا نخلي راسي بحال هكا، دوز ساعه وغادي نغسله. فمن ديريه كتخليه ساعه وكتغسليه عادي بشامبوان، عادي جدا، راه رطب بزاف وكيرغوي. ملي كتكوني كتغسليه راه كيرغوي كيرغوي كيرغوي. المهم الغزالات ديالي، يلا كاملين شوفوا المكونات وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم، لي لايك لي لايك لي لايك البنات. بغيت هذا الفيديو يكونوا فيه واحد العدد كبير ديال لي لايك باش هكا نعرف واش عجبتكم الوصفه ولا لا. يلا تشاو، سلام عليكم البنات. اول حاجه غادي نبداو بها هي انني خديت تقريبا واحد ربع كاس ديال الرز، مهم كاس ما عامرش، انا غادي نوريكم بحال دابا مثلا هذا الكاس، هذا غير الربع ديالو، نتوما عارفين الرز كيتزال، واصلا كديري الكميه على حساب شعرك واش طويل ولا قصير. مهم وخديت واحد كما كتشوفوا ربع بطاطا، نص بطاطا بحال هكا، درتو مع الرز، درت الماء صافي وسلقتهم مزيان مزيان لدرجه ان داك الماء يعني ما بقاش كيبان، كما كتشوفوا كاين غير الرز والبطاطا. هاد الكيراتين راه زوين بزاف بزاف، اول مره غادي نبارطاجي معكم، وديجا عندي بزاف ديال لي كيراتين، فالمهم مره نبارطاجي معكم واحد. هنايا عندي صابونه تقريبا واحد ربع ديال صابونه، يعني ما نديرهاش كامله، حكيتها غادي نزيدها على هاد الخليط ديالي وهو سخون، يعني الرز بطاطا والصابون. غتجيكم غريبه ولكن راه عرفتي شنو، عرفتي شنو يا البنات الشعر كيفاش كيولي. مهم خطيره هاد الوصفه، خطيره بزاف بزاف، ديريها انتيا وديريها لبنتك، فريمون الشعر كتردو واعر. صافي غادي نخلي هاد المكونات واحد شويه مع بعضياتهم بيد ما كما كتشوفوا راه كيتجمع بيد ما، يعني هذاك الصابون ترخى ليا ومن نيت درجه الحراره تهبط، وغادي نرجع معكم بنات. انا رجعت معكم، هنا دابا غادي ناخذ هاد الهاشواغ وغادي ندير فيها الخليط ديالي، ياك عتي البنات. هاد الكيراتين كيفاش كيرد الشعر؟ كيردو رطب بزاف، ملس، عندك الشعر يعني متضرر ولا عندك الشعر يعني كيبقى هكا منفوخ ولا فيه واحد الفوليوم، فهاد الكيراتين راه كيرطب كيملس الشعر، وفي نفس الوقت راه دواء، لان الصابون راه شحال هادي كانوا كيغسلوه به، ودواء صراحه الفروه ديال الراس وجلده الراس هكا اللي عندك قشره ولا عندك بكتيريا ولا هذا، لان نتوما عارفين الصابون راه معقم خطير وكيقتل البكتيريا وكيقتل الطفيليات، فاستعملوا هذه الوصفه وبلا ما تخافوا منها. هنا عندي بلسم، هذا البلسم هذا راه غير ب 30 ريال، يعني كيرطب الشعر كما كتشوفوا، راه معروف وبزاف يعني كنستعملوه، فغادي نديرو حتى هو، ريحته زوينه. مكونات ما تخافوش منهم، ديجا زوينين، ديجا يعني كنستعملهم انايا صراحه في بزاف ديال الوصفات، سواء ديال الشعر سواء ديال الوجه، ابار يعني هذا البلسم هذا نعصر، عرفتي شي وحده كتميق وتدير واختي ما نخليو فيها حتى حاجه. صافي صافي، دابا ها هو، ممكن ديري حتى لجوج صاشيات ماشي مشكل. دابا غادي نطحن هذا الشيء ونرجعو. انا رجعت معكم، شوفوا البنات كنحصل على واحد الكريمه،
لي اش غادي نقول لكم، كريمه خطيره. شوف واحد الكريمه عجيبه 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 بزاف بزاف البنات، كريمه ليس رطبه بزاف، بقى درجه الحراره ديالها شويه دافيه. تميلونجا ليا هادشي مزيان، عرفتي واحد الرطوبيه البنات كنحس بيها عجيبه. جربوا وما تحكموش من دابا، بالعكس جربوا وشوفوا يعني النتيجه كيفاش دايره. ها نتوما واعره بزاف، نعيما نشكر فيها شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي فريمون واعره بزاف. كيراتين طبيعي واخا فيه داك البلسم، مي كيتعتبر طبيعي لان شي حاجه اللي طوب طوب، واعره 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 بزاف 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 البنات. جربوا عفاكم وصدقوني هاد الوصفه راها واحد الكيراتين اللي اش غادي نقول لكم، هو كيرطب الشعر وفي نفس الوقت كيحافظ لينا على الفروه ديال الراس ديالنا، وكيعالج لينا الفروه ديال الراس ديالنا، كذلك كيعالج لينا الزغبه ديال الراس. ها نتوما البنات، ها نتوما شي حاجه اللي مرغويه ورطبه لابعد الحدود، رطبه رطبه. ما نعاودش لكم على رطوبيه رطوبيه، ما نقدرش نشرحها لكم. خطير هاد الكيراتين، خطير خطير البنات، جربوا. وين بنات كما كتشوفوا الكونتيتي اللي خرجت ليا، كونتيتي يعني مزيانه، يعني تقدني انا في شعري لان شعري طويل شويه. فاش غادي نقول لكم، نعيما نشكر، نعيما نشكر البنات، راه واو. دابا غادي نزيد زيت زريعه الحشيش، هذه ممكن انك تعوضيها باي زيت. فانا غادي نزيد تقريبا واحد القطرات. بزاف منكم اللي غادي يسولوني فاطمه زهراء باش نعوض، عوضي بزيت البلديه، عوضي بزيت المائده، عوضي بزيت الكوك، زيت اللوز، اي زيت، فيتامين او ماشي مشكل، اي زيت غادي نزيد. صراحه هذه ما قنعتنيش، نزيد بحال هكا فوالا، غادي نخلط صافي. ودابا غادي نديرو الشعر ان شاء الله، وقد ما يعني برد قد ما كيتجمع وكيولي كريمي كثر. ها نتوما البنات شفتوا واعر.
البنات ديالي، انا دابا بعد ما غسلت شعري ما نكذبش عليكم البنات، عرفتي على رطوبيه، رطوبيه خطيره، ودغيا الشعر كيتمشط، يعني ما لقيتش معاه بصفه نهائيه المشكل في المشيط. دابا كيبان لكم بحال فازق، ولكن هو راه ناشف ناشف البنات، بقى لي فازق غير شي شويه من الداخل، فهمتوا؟ ولكن ما نكذبش عليكم، واحد رطوبيه يا سلام. شوفوها نتوما، شوفوا يعني رطوبيه كاتبان، الشعر رطب، هيا هنايا ناشف، ها نتوما عرفتي شنو البنات، فريمون وصفه زوينه بزاف بزاف، نبغيكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. نتوما عارفين ملي كان ندير هكا شي كيراتين ولا شي وصفه للشعر، وكنمشط شعري وكندير ليه السيروم. على فكره بالنسبه للسيروم اللي درت لشعري، درت هذا من عند بوج بيو، غنخلي لكم النمره ديالهم الا بغيتو تشريوه ولا شي حاجه، زوين بزاف صراحه. ها نتوما البنات، واعر صراحه، كيراتين واعر واعر بزاف بزاف، وحتى الجلده ديالك كتبقى نقيه ومزيانه. مهم تهلاو بزاف في راسكم، فيه واحد النعاس كنهضر وعينيا مقلوبين، فيه واحد النعاس خطير، غادي نعس صراحه دابا. مهم تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش باللي كنبغيكم بزاف، ما تنساوش تابوناو الى عجبكم الفيديو، وتخليو لي لايك وواحد كومونتير، وشكرا على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.